تنحوا جانبا، الحشرات قادمة. أسرع فراشة ترفرف بأجنحتها هي الفراشة النطاطة. يمكن لهذه الحشرة الوصول لسرعة 60 كيلومتر في الساعة، وتتميز بمنعكسات سريعة مذهلة. يركض بجوارها بنفس السرعة خيل بالغ يزمجر على نفس الوتيرة. تسير دعسوقة صغيرة أمامهما. ابتعدي حتى لا يدوسك الخيل. يقترب الخيل، لكن الدعسوقة تطير وتحلق بجواره مباشرة وتتجاوز كلا المتسابقين، ثم تقرر الهبوط على رأس الخيل حتى نهاية السباق. رغم أن الدعسوقة تطير بسرعة قصوى تعادل 60 كيلومتر في الساعة، إلا أنها تظل في الهواء لبضع دقائق. كما يمكنها الطيران لارتفاع يصل إلى 1100 متر. إنها تحتل الصدارة الآن، لذا تقرر الفراشة النطاطة الهبوط على رأس الخيل بجوارها. تجلس على طرف أنف الخيل وتتصدر السباق. مهلاً، هذا غش! رمال الصحراء حارقة تحت أشعة الشمس الملتهبة، لذا لا عجب أن نملة الصحراء الكبرى الفضية هي الأسرع على وجه الأرض. كما يمكنها حمل ضعف وزنها مئات المرات. وإن كان يوسين بولت أسرع إنسان في العالم قادر على ركض 4 خطوات في الثانية، فإن هذه النملة الصغيرة تركض 50 خطوة في الثانية. وإن أمعنت النظر سترى أطرافها الصغيرة تهرول بسرعات عالية، تصل سرعتها إلى 3.2 كيلومتر في الساعة. قد تكون هذه السرعة بطيئة لإنسان عملاق ينظر من الأعلى، لكن هذه النملة هي زعيمة السرعة في عالم النمل. فجأة تندفع حشرة أخرى بجوارها مخلفة وراءها عاصفة ترابية. إنها خنفساء النمر الأسترالية، إحدى أسرع الحشرات البرية في العالم أجمع، بسرعة تتجاوز 6.5 كيلومتر في الساعة. تركض بعض الخنافس من هذا النوع بسرعة تصل إلى 10 كيلومتر في الساعة. لا تقلق من أجنحتها، فهي مجرد زينة. لا تطير هذه الخنفساء، فلا داعي لذلك. يا للهول، صرصور! يمكن لهذه الحشرة الجري بسرعة تصل إلى 5 كيلومتر في الساعة. ترى صرصورا وتهرب منه، لكن يخرج فأر صغير من الزاوية ويطارد الصرصور. تصل سرعة هذه المخلوقات الصغيرة إلى 13 كيلومتر في الساعة. ترى طاولة وتصعد فوقها وتراقب الصرصور والفأر يطاردان بعضهما. تقفز قطة من الرف وتنضم إلى المطاردة بسرعة تصل إلى 48 كيلومتر في الساعة. يهرب الصرصور والفأر إلى الخارج وتعود القطة إلى لعق فروها. لا تملك دودة الحريش 100 رجل، لكنها لا تزال مخيفة الشكل وسريعة نوعا ما. في المقابل الدودة الألفية بطيئة ولا تتأهل لهذا السباق. دودة الحريش آكلة للحوم وتستخدم سمها لاصطياد فريستها، لكن الدودة الألفية تتغذى على بقايا الطعام والنباتات والخضروات، وعندما تشعر بالخطر تتكور على نفسها. تواصل دودة الحريش الزحف للأمام معتقدة أنها تتصدر السباق، لكن تتدحرج الدودة الألفية أسفل التل وتتجاوز الحريش، كما تتجاوز الصرصور الذي لا يزال يهرب من الفأر. هناك منحدر في الأسفل فتتدحرج الدودة وترتد للأعلى. تصل حشرة العسوب الطائرة إلى ارتفاع 55 كيلومتر في الساعة، لكن الدودة الألفية تتجاوزها في الارتفاع. تطير عثة أبو الهول وتلحق باليعسوب، فيمكنها الطيران بنفس السرعة، لكن تتجاوزها حشرة العسوب. تصل الحشرتان إلى الغابة وتتمايلان عبر أوراق وأغصان الأشجار. تحلق كلتا الحشرتين مثل طبقين فضائيين وتتجنبان كل العقبات أمامهما. تهبط الدودة الألفية على غصن شجرة وتواصل المسير. تتجاوزها عثة النمر بسرعة 5 كيلومتر في الساعة. تتجعد الدودة الألفية إلى كرة وتختبئ لبقية السباق، لكن يبدأ الغصن الذي هبطت عليه بالتحرك. إنه في الواقع حشرة عصا، ورغم أنها لا تستطيع الجري بسرعة إلا أن طولها قد يصل إلى 33 سنتيمتر. توجد تحتها الفيري فلاي، وهي أصغر حشرة في العالم بحجم 0.1 ملليمتر فقط، أي أصغر من حبة الخردل. تركض على غصن الشجرة وتحاول تجاوز حشرة العصا. تتوجه عثة أبو الهول مع اليعسوب ندا لند، وتكاد تستحيل رؤيتهما في الغابة الكثيفة، لكن أسرع حيوان في العالم يتجاوزهما بسرعة البرق تقريبا. يمكن لنحلة الطنانة الطيران بسرعة 53 كيلومتر في الساعة، والرفرفة بأجنحتها حوالي 200 مرة في الثانية. في المقابل يمكن لنحلة العسل الطيران بسرعة 32 كيلومتر في الساعة، والرفرفة بأجنحتها 230 مرة في الثانية.
تتسارعان عبر الزهور، ولا تزال الدودة الألفية متكورة ومختبئة بجوار بضعة أوراق وأغصان. تحتل النحلة الطنانة الصدارة وتقترب من نهاية الساحة، لكن يظهر دبور آسيوي عملاق من العدم ويحتل المقدمة. تصل سرعة طيرانه إلى 40 كيلومتر في الساعة، وهو عدواني للغاية. يتصدر السباق، لكن يظهر خفاش فجأة ويهجم عليه، لذا يهرب الدبور خائفا. يركض الخيل مع الفراشة النطاطة والدعسوقة بجوار النحلتين مباشرة ويتجهون أسفل التل، وفجأة تبدأ الدودة الألفية بالتدحرج متجاوزة الخيل وتهبط على جذع شجرة عائم في بحيرة. على سطح البحيرة آلاف متزلجات الماء الصغيرة التي تصل سرعتها إلى 100 مرة طول جسمها في ثانية. لو كان هناك شخص بطول مترين يسبح في البحيرة فسوف يقطع مسافة 650 كيلومتر في الساعة. يبدأ ضفدع في مطاردة متزلجات الماء ويتجاوزها بسهولة. يصل وزن ضفدع جالوت إلى 3 كيلوغرام ويقفز لارتفاع 3 أمتار. يسبح سرطان المياه العذبة ببطء شديد، لكنه يستخدم سيقانه الصغيرة للتنقل بين الصخور. تحاول الخنفساء الدوارة الهرب من الضفدع المجدف بسرعة تبلغ 5 كيلومتر في الساعة. هذه الحشرة الصغيرة أقدامها على شكل مجاديف في السيقان الوسطى والخلفية. تخاف مجموعة من الجنادب وتحلق هاربة. تستطيع الطيران، لكن سيقانها القوية تقفز للارتفاع الذي تحتاجه دون الحاجة إلى أن تطير. وعندما تحلق في الهواء تصل سرعتها إلى 12 كيلومتر في الساعة. إنها بنفس سرعة فأر المنزل الذي تجاوز الصرصور أخيرا. لا يعتبر البرغوث عداء، لكن يمكنه القفز لضعف حجم جسمه مرات كثيرة. لو تمكن البشر من القفز مثل البراغيث سيتمكنون من الوصول إلى ارتفاع مبنى إمباير ستيت الذي يصل ارتفاعه مع الهوائي في القمة إلى 440 متر. يفوز البرغوث بلقب أعلى نطاط بالنسبة للحجم. تطير البعوضة بسرعة 1.6 كيلومتر في الساعة، والذبابة المنزلية العادية بسرعة 8 كيلومتر في الساعة. تتجاوز الذبابة المنزلية البعوضة وتتصدر السباق في الإزعاج والطنين، لكن ذباب الخيل فائق السرعة، يطير بسرعة 145 كيلومتر في الساعة. يتجاوز الذبابة المنزلية والبعوضة ويبدأ في التحليق حولهما. لا يتجاوز حجم العثة الصغيرة حجم حبة السمسم، لكن يمكنها الركض مسافة 322 ضعف طول جسمها في الثانية. ولتوضيح ذلك، هذا يعادل إنسانا يركض مسافة 2100 كيلومتر في الساعة. تنطلق العثة في المضمار. بالمناسبة إنها موجودة منذ البداية، لكننا لم ننتبه لها. يواصل الخيل الجري، لكنه يواجه ازدحاما مروريا بالقرب من خط النهاية. نرى عنكبوتا منزليا عملاقا يركض بسرعة 2 كيلومتر في الساعة. قد يصبح عنكبوت تكساس البني الضخم سريعا للغاية بحسب درجة الحرارة. كلما برد الطقس تباطأ مشيه وزاد ثباته، لكن عندما ترتفع درجة الحرارة تزداد سرعة مشيته ويقل تناسقها. يبلغ طول هذا الوحش المشعر 5 سنتيمتر، ويتحرك مسافة 4 أطوال جسمه في الثانية عند 16 درجة مئوية و10 أطوال جسمه في درجات الحرارة الأعلى. معظم الحشرات قريبة من خط نهاية سباق ذباب الخيل والخفاش ندا لند، لكن الدبور يلحق بهما. تجري خنفساء النمر بسرعة عالية، إنهم قريبون من خط النهاية. يقفز الضفدع إلى الأمام ويوشك على اللحاق بالبقية. يتجاوز اليعسوب وعثة أبو الهول الدبور. يصعب تحديد المتصدر، لكن الدودة الألفية تتدحرج وتتخطى الجميع وتصل خط النهاية.